هذا الفيديو بتاريخ 9/3 يوم الاثنين 2020 في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت بغداد. شاهد كيف يقوم جندي قوات مكافحة الشغب بالحراق. الله يحرق روحك يا عمليات كر وفرم استمر بين الثوار الابطال وقوات مكافحه الشغب في تمام الساعه 5 بتوقيت بغداد، حيث قاموا بحرق بعض الدراجات والتكاتك التابعه للثوار لاسعاف الجرحى.